علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أداء القرض، أداء القرض كالمسلم فيه. أما طوّي ذا نوصى كالمسلم دم كالمسلم فيه كالمسلم فيه. أداء كنا دينجي عيني وقع مال السلامك وما بتسلمك. أداء القرض في الصفة مالك عقد السلام تي تيكني أو جنمكم مرد شفر السريتينة أو كيو جنم. أداء القرض في الصفة والزمان والمكان كالمسلم فيه. أداء كرنا دين بصفة خدا بالزمان خدا بمكان خدا عيني وقع مالي كم مسلم فيه مالك فرار سري آنية باشي مالك مالي وان تسلمون بك بارد. ولو ظفر المقرض به أي بالمقترض في غير محل الإقراض. المقرض أبيكو بدين دائم إجا به بمقترض مظفر في غير محل الإقراض. مثلا قلتنا تلسلي فتسليم بك أو جد بل ديار بكر تسليم بك وللنقل من محل نفس السنة ولو ظفر المقرض به بالمقترض إيه قد قبول كريه ويدي مثلا ديار بكر هبدو ديته مثلا في غير محل الإقراض تجيكو هبدورة معاملات تنكرنا الندوة دريدة وللنقل من محل إلى غيره مؤنة هيري مقرض أبيكو بدين دائم مقترض أبيكو دين قبول كريه إجا ويقفالته ند لجيك أو دين ويدر كده تسليم بكره كي وللنقل واجي بري بيتيجا جيبي جنينة بري وللنقل جبونا نقل كده مين مالي حقيقي نقل بدا من محله إلى من محله إلى غيره مؤنف جويجي كوبيبجي كيدني مصرف لازمة طالبه بقيمة بلد الإقراضي كارة طلبة بكاجرة بجا تحقي مصرفة كوئد بمن ويدا جتبني سيدا مثلا أبي مالك تدرس بدمت اشتبسينا لنجي بتيت من مال فرادنا مال أبي أبي مالي هانكا ديراوي للكدري مع ملكي الفارقيني مع ملكي أبي الفارخيني تشخاصك أحقتوية كل فارخيني الدائرة ويتشي أذكر أوي الدائرة اشتبس يعني مدقو قي أو حقي مصرفة بسينة نا بقيمة بلدي الإقراض يعني أول بلدي خالد تشخاصك أحقي بدم أشخار من ماله وما البراف دودي أحقي بدم تبكي تقول مالي الجانكا بكري تمام أفهمك وليس له مطالبته بالمثل نقرا ببيجتي مثلي وي بدي من يعني مثلا امجن او حيوان كيا مثلا تي حيوان كو تسمرا بكري هذا يصاب طلبتي وسن كاركي حقيقي حيوان الفارخين الشخاط كي حقيقي حيوان واذا اخذ القيمه وعاد وعاد إلى بلد الإقراضي وقت قيمتي بجر وفت لي هذا السليفة أمن فهل له ردها ومطالبته من مثلي كاري جر كذا الرد بك في قيمتي وبجنا والله قلت من مثلي بيبدي من وهل المقترض المطالبة برد القيمة مقترض يعني أبي دين خوي دين داري أو جكاري بجر دين قبول كذي مقترض أبيك دين قبول كرياري أبيك دين ليه مبت قيمتي بجهري بدي من وجهاني دو وجهنا قال في الروضة الصح وما لا نقال مش دي قيمتي بدايك أبي أتشي ويدري ويستاندية مال قد يبتشي كما رأيته في رأيته كما رأيته في خطه مصححا عليه دبي متشواد ده يعني ده خطي مصنفه ده نوصى
خدت ابو النووي طمدية ومصحيح عليه التصحيح هو كريه يعني مصنفه النووي يكو مش قوم مصنفه كما رأيت في خطيب مصحيحا عليه تصعيد كيف يكون نقال ربك وهو الموافق مصحيحا عليه في خطيح اري مصحيحا عليه يعني ابي تشتي تصحيح كريه يعني قلت يكو وصي راسته وهو الموافق نفسه وهو الموافق لجواز الاعتياض عن القرض هو قد تقدم او ابي موافق جبنا جواز الاعتياض عن القرض يعني القرض ده كما لك قارع عيوادي وي بالصينة يعني تلك فلسير هنا ألمان فلسير وقد تقدم في هذا الوصف ولو لم يكن لنقله مؤنة اگر انبيجن جنقليرا مصرفك تنه فله مطالبته به لسا كار طلبك كما فهم هنا يعني مطالبته نقدي بخبك ولو لم يكن لنقله جبون نقلة او باريك مثل او مالك في مظافر بيه الديار بكر في ديه جيه حي اختي فارسينه اري جاكو كوي تاريتيك جيب اخو بي فارسيني تزيدا مصرف كي تنه يعني تنه يا فالي بدم او تقل بريك اخو حقي نقلة كي تزيدا تنه يا تمام او بيش عباجي اول دي ساقارة طلبة مسلم كنو سا فلو مطالبته بي دي ساقارة طلبة ردا قيمت بك يعني ولو لم يكن لنقله مؤنة فله جم قرد راهية مطالبته مطالبة مقترد به بالنقد يعني بوي مالي بوي قردي كما فهم هنا على ما وفي على ما وقف على ما وقف على وفق ما ذكره على وفق ما ذكره في المسلم فيه شو ما باب السلام إذا ضرب أذكر عين دبر دجوسة كارة طلبك بلى المسلم فيه وبقى في النتج محلي ودا وجميل محلي ويد نخدر جمعنا تنبه قارش يخرج بمدهني ويا أولي قارة بأشتا فريتا بابن لحد بما فاقين وبرخيرة تلفزان كالطلول كتر أري أري ولا يجوز الإقرار في النقد وخيره بشرط الرد صحيح عن مكسر أما عن مكسر عن مكسر ندرس دين في النقد برادة وخيره وخيره برادة بشرط رد صحيح عن مكسر امیجن من پرکی هور دایتا تیرابی پرکی ساغلن بدیم اوی شرطی ندرسته گره اوی شرط نهی کره تا چه دافه؟ بلا مصحح و مکسر وقتی لپرازی رو زید بونه یش بو احتیاجی توچک پری هوری که یعنی ایش کاندیه بونه مکسر تابی که اوان مکسر وقتا کتی شکانده شکانده اگه چه دبه دیر اوی کم دی به دیگه در چو از اونم تمام بده یعنی او دیر اوی کبه ایجا که پیشی دیر اوی کبه اوی رابه بیجه من اوی مکسر دایتا تی اوی صحیح بدی من ندرسته شرط که اوسا گره لکه او رد زیادتین ياجي من مثلا صد مليون دايتا تصد دي مليون ابنين ابي يذهب فايز او رد الجيد عن الرديئي من يكي مالك قالي تسيس دايتا يكي قالي تليب دين او جنابه ويفسد بذلك العقد اقر شرط او وهبه ويفسد بذلك العقد عقد بفصل شا فصل مالي فستطلب بظلمش مالي مالي فلو رد هكذا بلا شرطين فحسن اما مثلا شرط نکریه لبلی اوج رادبه هنکی زیده بسه داده دیکی من بلیش خود در باز کرد یا جی مالکی یا چه تر دلکی یعنی دبی قنجیوی مثلا من هیوی قنجیه مکریه اما از جی
وي ابي ابي مكسر دائما لازم يصعي بالميك ياوي ابي قليت دائما زي قليت لي بالميك ياوي وي الصديد دائما هذا الصديد دها هذا دهاجي بالسر ضاب الميك حقي ديني وي فحسن لا يتشكي قنجه والله ما تقول قيد باب فايزه ما باب فايزه جدلي خو بدك انا باب فايزه لما في حديث مسلم السابق ان خياركم احسنكم قضاء آفه السلام قلت يا ان قنجه و ان قنجه و ده قضاء كنه ده ادا كنه ده يعني ديني خو ادا بك ما قنجي ادا بك او ان قنجه و يعني قنجي تر ادا قنجي تر ادا مالي يعني معنوي اوه يعني هيك بسر داشي بديكي ها وفي الروضة قال المحاملي وخيره وخيره قال المحاملي وخيره من أصحابنا قلتي يستحب للمستقرض أن يرد أجود مما أخذ مما أخذ مما أخذ مستحب جابي كدين صندية كدين قبفت لنا ب شيتري أبي كجرتية يعني شيء إكو سنية شو يشتر بده مثلا جوانجان كي سنية مجوي جوانجان إكو سنية 100 كيلو إبرة بس على ديك للحديث السابق أبي حديث هذا المجبونة كدر باص حبي حديث هذا باص مهم في ذلك مثلا ولا يكره للمقرض أخذ ذلك إجا أبي خوي دينجي إك دين دائم أوجي رابع مال دا قلی تری جی بگره هنگی به سر دا ابیاد ده که او جی بگره مکروه نه مکروه ادوی نه مکروش شکی بیاش کفیل دلی خود ده نه پیغمبر بیا وای دایه جبوک پیغمبر دایه نه مکروه ولو شرط مکسیرن عن صحیحین ولو شرط مکسرن عن صحیحین مکسرن عن صحیحین او ان یقرده خیره او ان یقرده غیره اي شيء اخر لغى الشرط او الشرط لغوه يعني بيجا من مالكي من مالكي ملي من صحيح ضايته تيجي يكي هور بديم ولو اشترط مكثرا عن صحيح تمام يعني أنا مكتب إن تبني وقت أكتب ديمة تيجي سالم. نا نا وصل نا في سلام. دبي من أبي الصعيد هاي تيجي بقى إيه مكسر بديم. إذا ولا يكرهوا للمقرد أو يا مقرد ونفسه إذا مقرد هو. للمقرد إيش إذا؟ مقرد مقرد أنا مقرد هنا مقرد. مقرد إيه قرد ده. مقرد الدين ده. ها. مقترض إيه قدين قبول لك يا بابا إيه فعلة قبوله. اسمه فعلة. إنما ولا يكره. عليه سلام. نمکروه مبرد را اخزاد چه زانه؟ اخزاد چه یه دوده؟ اخزاد او چه که زیده دیده که بگره نمکروه جه را شفا دیلی دلی غرا بده که مش خون مبرد ده؟ ای که ده مبرد نینه؟ نه نه اویا دبرده مالی وی گیری دیده ده که مبرد اوی که بده این دا بو تمام تمام فهم که گیری ده که ها گیری ده که سیده ملویسی ولا ولو شرطا مكسرا عن صحيح له مكسرا ده مكسرا مكسرا طاطم يعني ابي هيك يا مثلا والشرط ك ده من مالكي يعني من بري صاغلم دايت تيجي جبر با ما بري هور بدي من ابي في شرط نايجي ابي بلش خما جو بالشرط الرد الصحيح عن مكسرين او شو أبي إجا أبي عن صحيحين أبي بري عن مكسرين وأبي عن صحيحين هذا ولا أو أن يقرضه غيره يعني تبجى تغير وش بره أي شيء آخر مثلا من جلك دعاتة تبص بره بديم من جلك بدين دعاتة تبص بره بديم الشرط كي هو سابقا لغى الشرط أبي الشرط يعني لغوه يعني صحيح هيدا دي دبي دو وقت دنوش دا تي ايه مكسر بدي ابي انا ابي ابي شرطه بوسخه ياجي دبي من باس دايت تي تشيلك بدي من تشيلك دايت تي باس بدي تشي دني انا من نعم نابا من نزح من دين كي من دين مثلا من دولار دانات بدين تجي اورو بدن بدين اريد تجي دجيوي دا تي تشكي دني بدي من اريد فرقتنا
يعني بس كي بدين بديم شيء ده بدين بديم دينك تيجي دينك إذا نبدأ آه وصلت به آه أذين قيل صنامه وصلت به بدامنا أو أن يقرده غيره يا غيره 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 أو أن يقرده غيره أي شيء آخر يعني هم بياب دين دايته تيجي فلان تشتي بدين بدين إذن أن يقرده غيره يعني أوش بدين بدين يعني لا تشكي بتشكي لا أنا مالك من أتم تشكي من تنهش لا تخوزن تيجي بدين تيجي فلان تشتي بدين بدين إيش كان أم بيا باشة بنير أم بيا أنا أتر كده هي أم بجلون أم البيا بنير أزونه ماذا بره من فيها نهرت يا سيدا؟ دبتش؟ هني أوي سيدا بلي. ما قوي يا نصا؟ مال بشرط تيجي مال كده نبدا يمتى؟ آه إيه تمام تمام. لقى الشرط أو الشرط لغوة أي لا يعتبر أو الشرط نا يعتبر كده. ولا سأنه لا يفسد العقد عقد فاسد ناكه. لا يفسد العقد بل لا يفسد العقد. لا يفسد العقد عقد فاسد نابه. يعني عقد صاغلنا اما او شرط فاسده وقيل يفسدون كقولتي عقد بخوري فاسده لان ما شرد فيه على خلاف قضيته اشتراطي الشرط كرن قونيا دين مخالفه قونيا دين مخالفه لو ما عندي عقد جي شفصار ولو شرط اجلا اجل شرط بك بالدين حطاء مدكي فهو كشرط المكسر عن صعيد او جنوب شلون هذا ان لم يكن المقرض غرض ها اماجك جرات نبه يا ظلام مثلا اسكارم بريمن ادوج مس حتى ما هيك دمت يا حتى دم ما دم دم يا قرب ما هو غير لان بدخل لان ما شريت على خلاف قضيتي ولو شرطت اجلا فهو كشرط مكثر عن صحيح إن لم يكن للمقرض غرض. جو اشترى لغى الشرط ولا صاء أنه لا شرط بطال عقد نبط. برضو. تمام. وقيل قليل قتيه يفسد عقد بطالة شما عقد بطالة. لأن ما شريت فيه على خلاف قضية تمام في قضية شفكرني دذي مثلا شرطا مكثرا عن صحيح ويا أن يقرده غيره هذه أنا كرسة خلاف قاعدة أسولي دينداري أسولي ديني هذه ستسع أسولي ديني شنك أسولي ديني كما يكي دين دخوضا نكو أو يتشكي مال دخوضا ويا قد ما تبي أجي صحيح في المتى تبي قبل مكسر بديم يا تشكي بسا شرطة تكيم سا تتنى بشي بتتنى عقد كوكدان بطال إنا أو تشكي أبيا خب جولي بناغرا ولو شرط أجلا أولا ويدريو ها إجا ولو شرط أجلا فهو كشرط مكثر عن صحيح إن لم يكن للمقرض غرض مثلا ولو شرط مؤجلا شرط دينك يعني زمانك حتى في الوقت مثلا اول باتن منها وياخذ تبدي من حتى في الوقت دي يوم از مليار قدمت حتى ما هيك تدينين بدين او صفيجه شمنو تمام فهو كشرط مكثر عن صحيح تمام وقي شرطيه مكثرة جبر صحيح هذا از مكسرت مكسرت که از بس عیب. اگر چیه مگوک شب بزرگه. مگو نابه. مگو نابه. مگو نابه. بزرگه. این لم یکن داخل. اوا و این لم یکن و لو شرط مؤجرا فو کشرت مکثر عین صحیح این لم یکن للمقرضی غرضون. یعنی قط منفعت منفعت قویتی تنه بشی. آه. منفعت قویتی تنه. يعني مثلا تبي افندم انا ادبن مت دارو شنو بدي من انا هو باجر تبهد كتي كذ قال بنش بشتك جيب اخرى تبقى قدام باجر دار قال
دزن بزلك برن قتلك برا غلاي برا هاد شبابية تلمبية از انا ندم حتاني فلا وقت دمن اوه قوي بولاي چل با اوه قوي چل مسن از بدو ما رخو از افل ما قطين كش من نات اتشكي واه بتراري نانا ان لم يكن للمقرد غردون تنا بجي يو پرين منه وقت ولو شرط اجلا تبكي إن لم يكن للمقرض غرض فلا يضر يعتبر الأجل ويسع العقد. تمام. اعتبار أجل ما يكرني عقد بربة عقد صحيح. يعني كينج يا بدي كارب دي. أنا عقد صحيح صورن تيتم. عقد صحيح. أو قوتن قبولنا يعني أو قوتن معتبرنا. شرط كذي. أزونا. أتشكي ده غزم ما أنا أتشكي كنت أقول يعني تدري فيها ديني وقتينا فيها أبي كده دين دايا ديني هو قبول ناقة أجد بيم أبيا ببجى أزم تحت مهكي حتى مهكي تديني أم بيني بديم كويا ببجى أبيا صورن كده تنا شو ما بيا نسعي هذا استدعي كده قرشان تنا با شرط اي شو شرط نبو انا مالا نور تو برا بدين بدي اياك تنو بيجس حتى كين قدم حتى 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 بين صلاه ديك اي نو شو تشترى دوي اس حتى ماك احتياجي ام بي هي تو مليار كي حاميتي بدي تو جرا بدي ديك اي شو شرط هي او اجل دي بالك سلسل شو كز دين بدي نادر كسي اه وإن كان المقرض غرض كثمن نهبي تمام والمقترض مليء بالمقرض وإيه الدين جكرية ملكك زنجينة يعني هل عن شكارة بده فالدين جكرية يا بدلي قربت فيما يظهروا فكشرط رد صحيح عن المكسرين فيفسد العقد في الأصح عقد بوزخة لأن فيه جرى منفعة للمقرض. وإن كان للمقرض غرض أماش كيف كزمن نهبين فكشرط صحيح عن مكسرين أبي جنابه أبي جنابه في الأصح فيفسد العقد في الأصح عقد أكتبه بني دريك يسد أبيع عبارين يا أديش تبخين نعم عبارين يا شرط رد صحيح عن المكسر فيفسد العقد في الأصل لأن فيه جرى منفعة للمقرض تمام مكسر بيت تثبت صحيح تمام منفعة دائما وله شرط رهن وكفيل أما إيش نقول؟ أزولم الدبر ده يعني أبيات تينا بري ويبدي ديني ويبدي أبيات في أنا ندم هرا حتى ماكي شو دوي نبدم حقي ويتنى بصف في تمام أبيات راسته يعني چنكي أمبجن غرارك صحيح جيرا هي ووقت أنا مالي بينا بدي كي أنا دزي هي سويقون هي مالتي دزيني لومد في أنا ني ندم أما أشكي ددبين يعني اوه که به دین دده وقتی دده دین داره خود جرا ده به حتی مهک یا حتی دمه یا حتی سال که تی پره میبینی بدی من آه اوه شرط بکه زرار که تویه ده هه سیدا اوه شرط ده نرمال ده دینه ده بنی اوه مانی محتاج با منه سیدا ایجا ده بیده این لم یکن المقردی غردون یاد بجه لارتفاق المستقردی بالاجلی لارتفاق المستقردی بالاجلی فعلى هذا يصح العقد يعني ولا يلزم الاجل على الصحيح لانه شو يعني معنى شيء جاب راسي ده معناه كيف؟ براسي ده لانه عقد يمتنع فيه التفاضل فامتنع فيه الاجل كصرفه لانه عقد يمتنع فيه التفاضل فامتنع فيه الاجل كصرفه لكن يندب الوفاء بالاجل لانه وعد طبي
يعني إيه؟ دمك شرط كدنا كتير إلا فلان رويدا بيني أو شرط جرتنا بعد التيني ده أما مرسوس كده ما دوي صوزي خد دوي رويدا دوي مر بيني أما شرط بكي أو شرط بينا جايز إيش هو الشرط أول معنا وقتك جرت بيت بي هم إيه مستقبل إيجا مقرد شي شرط كده بيت درنج بيني دي فلان تاريخ رات بيني يبقى أجر جرت وردك هبه تمام الشرط كي وصابك الشرط كي وصابك أو ندرسه تمام ببيت الشرط كي درنج بيني جرت ودرنج بيني هل يمت درنج بيني الشرط كي وصابك ندرسه أما شرط كي كو تزو بيني يعني مثلا از ددم تا حيا ماكي جرتو بيني جبنا لازمة بشتي ماكي بشو دا بريم جما لازمة وصابك جا درسته سلام على ويسين سيدا مسألة سادة ملكي غاية جدين قبول كرن دين دائمي او انسان مغدورة وي مغدورية توي دي درنية تمام فقط كتبه حتى داو اللبين والجبنية كي فلان بيمن وقتا كتبه رشارتيته كي يوا بيتي بي بي تشي كرني اب مسألة كتبه ارتفاقي يعني بوي سخمتيا خرابك او مسألة سلا او مسألة ديسا تنبه تبتي سخمتيا هناك بسخنتي ازولام تجمرا دبي دبي حتى ماكي احتياجي من هيا ببرا از كارب حتى ماكي بدمي ادمي ادمي ان كارما نادمي ماكي احتياجي من هيا ايوية وتبي ادمتا حتى حفتكي مني حتى حفتكي قلت بيني دي تريان مني اميرك شو تيجي ما دبي دبي حيا حفتكي احتياجي من بيه تمام ايش دمي ميرك سلام ميرك دبي ايوية كتب بي ايوية از اولم فرق تن عین زمان د اوکی دا د بازار دا دوی دینی دا بازار دین دا یعنی مثلا حتی میکی احتیاجی بی پریتنه او جده دوی ولی حتی میکی احتیاجی بی ادیم تمام ببه اما پشتی میکی احتیاجی بی هیا و اگر شرط نکو ببه دمه خلاصه که از ازرار دکم يعني دبرت تشتكي ولو اشترط اجلا مالي وبي حتى حفتكي مثلا بيجا فهو كشرط مكثر عن صحيح تمام ودي اشترطيت مكثر جبر صحيح هذا تمام سواء افشط بوزغة افشط كرنا اجل كي بوزغة تمام يعني اجليتا درو سيرو دارو بنجو فلان بمان اجليتا كيوسا الدين دا قرن ني كرني يعني وقتا كنت شرطكي كرن دين شرطية الدين ده تشيفو دين دمك مسألة بس شرطية تقرأ تتنبى شرط تتنبى ده شرط كده اوي شرط يعني كا يان شرط نابع يان جي عقدي بوزن مشتك يعني كو يكي پره يكي پره بدين بر اندي هما كينج بينا بكيف اخويا قلع بوي توي سخش مشنك او كينج بينا نين ما نابجة تلان روجي بينا ويقتن بميلك دورما خوی مدزانه دورما وی یا فلانی یا کی بین فلان که شرطیت مرگر نخی شرطیت نخی والله مر وی کو تو ویسخش بیش نکی او جمع کی به ول ده ما قراسا که ها یا اوی مال آیلینه فقط گوری من گوری معملی انسان خبر دی فقط گوری معملی انسانان برو اینا اجد بهم یعنی اجرا سورتی هيا اجد این را سورسز نابدینا كيف السلسة دي نوع يا مريم؟ صبر بك يا ولو بني عبارة بنرى ولو شرط أجلا سيدات القرآن شرط أجل شرط مقريدة نزع مقريد شرط كيف؟ حبيش يا هاتو بميك بيجا حتى فلان وقت يجي بدن تصورت جنية بغاية كنت تشرب بكي لسري بنين حتى حفتك يتقربيني از اونم یعنی کو شرط که تبی تو گره حتا فلان وقتی نینی آ ادویم تشکی و سابه بجه ندونسته نکو دبی تو حتا فلان وقتی گره وینی منی کو بیت حتا فلان وقتی وینی و تو حتا فلان وقتی نینی فرقه نامه دا نام شرطه کی شرط که سیدا تمام مقرد نام مقرد شرط که یعنی دبر دا امش عبارة فهم ناكن معنوي اوه تو قرح اطاب فلان وقتي نيني كو شرط كي وصابك او شرط بلاغوه اما
كوبيكات حطب فلان وقت ويني بني احتياجي من بي هي ها دبي اراد اجمرك بينا شو قبولت كه ادم بوي معني ها ماله كلام جزون فهو كالشرط مكسن عن صعين ان لم يكن للمقرض غرض فلا يعتبر الاجل ويسوء العقد او شو وان كان للمقرض غرض لبي والله من وصف عم كده يعني اجلك الشرط بك دين اجل ما شرط يتا اجل قرم مقرض نكه عمرك بيتم حتى حسك في تبين ما يصير يعني الشرطيه وي يعني الشرط بك في حطاب فلان وقت جرت النيني حطاب فلان وقت جرى بدين بمينه قدمته اما بالشرطك وحطاب فلان وقت جرى بمينه شوف تدري عباره شكي صدر ماك حتى اشتهي تشخورا تشيكي زينا خورا تشيكي وتدري سنين نابه كميرك شيرا ببيت حطاب فلان وقتي حطاب فلان وقتي تنيني كشركي وصل نكا وبدي سلسز كسب الدين بي او كس نادا كس يا اف تشتكي كود عرفة تمام انسان تنا والله انا وند دل خلقي ونا كس دوان ها بني يعني بي زمان وبلكا ديجتا دين خوزات في حتى كينجت كاري بدي حتى كينجت كاري بدي مني بنيت كا دين بدا منو وقنا بي اما كينجت داتا كسو نادا ملي وإن كان للمقرض غرض إيجار كزمن النهبين زمان طالان مالان يا فكشرط صحيح عن مكسر أو جنابة يعني كو أبيجن أبي أبيم بري هور دايته دبي جاتوش بروا إيه صحيح بدين أو شرط جنابة فلا صعد قولي صعد فيفسد العقد عقد شفصاده الشرط يوصى بك أو عقد فاسده والثاني يصح وإن كان للمقرض غرض تمام كزمن نهبين تمام والشرط أجل بك فكشرط صحيح عن مكثر شرط صحيح إجبار مكثر بادبو ندو ندو في العصا فيسد العقد وعقد رفض والثاني قولي ديا يصح عقد صحيح ويلغو الشرط شرط بطا أريم يعني دبي الشرط نلجيقية أما عقد جيقية ولو أي للمقرض الشرط راهنين وكفيلين كارا بيجت مثلا بدين دي دمت أما جيت كفيل كيش خان بيني يا جيت مالك يقبيني الرهينة ديني بامن أزهي بدمت وإشهادين يا شاهد بيني دبكو مثلا أبيكو بدين مال دبا إنكار بك لأن توثيقات لا منافع زايدة أبانا يعني جوانجنة أبانا منفعة زايدة نينو تشكينا فلهو يعني دبردا مسألات يتشي اشترط يابي فهم بك في عمري من عليه الصلاة والسلام دبي كل شرط جرى نفعا فوربا تمام خش شرط مالي فله هات فعم يا زلمه مقرب الدين داين اخذها او يا منفعة دبي شرط دبي دار ربا يا فايزه يا شباب تشتيك دعقد دا دعقد الدين داين دا من في عاد جم مقرض دا رهبة ومقرض الشرط بك أو أنا هناك عقد بصر أما سلا فله أبان تشتا أبان شرط رهن وكفيل أبانا من في عاد زيدا مين جرى من في عاد ناقم تشكي ناقم فله إذا لم يوفي المقترض بها فله اذا لم يقترض المقترض بها الفسخ فله جم مقرض راهي اذا لم يوفي بكنين المقترض بها ايك الدين بك بكنين بها برهن الشاهد وكثيلها جراية بيعفة يعني وي اوكي وي شرط ديني وي بيع ديني فسخ بك ببيت تقوتبو از تقوتبو از شهادة بينم از كفيلة بينم از رهنة بينم تتشكي ناني او كتنانية او كامش خرابو
على قياس ما ذكر في اشتراطها في البيع. شو ما دبيع ده جي عيني بان اشتراني بقياسه بسر الشرطه ويلا الشخص بدي دينه كاريتاس شكين امضاني شكين عندك معي. وان كان له الرجوع من خير الشرطين كما سيد. وان كان له الرجوع من خير الشرطين كما سيد دكارة دي صابت فتلة بيش شرط جي كوبيش انا في مولا يعني قلت هذه الدين بما تبيع ناس ايه راس. ويملك القرض اي شيء المقرض ابيع عندي في ديني دكابني ملكيته قبل قبضي وقتك وقبض كر دكابني ملكيته ويا كالموهوبي. ويملك القرض اي شيء المقرض اري او تشتكو بمالك بالقبض اري او تشتكو بدين تيدان وقتك وبيا قبض كر عندي دم مالكي بي ابد كالموهوبي وقت اشتكته بكر يعني تشيكو تهيب اهات اشتركيني كنت قبض كل جيرا غبري ماله. وفي قولين يملك بالتصرف نبقى قبضي بالتصرف ابيض بيعيد اجدر باسمو كنت تصرف كلو بيبا يعني حتى كنت جيرا تدا بجي اها او اذا بدين دايتا ايوية اختا بتا رابو وي رابو شوبي بي بنيشا كري بالونا كري او اذا بيش ملكيت او ايدك ماله. اي المزين للملكين بالتصرف في اي المزين للملك او تصرفات يا كو مزين ملكية مزين ملكية خيرية اطر او تتصرف كي تتشكين نكا كي او تتشيد دركت او كرا دركت ملكية تتشيد دركت اندي بيا ايتا شوا تكو تبدين قلت ايه تذكرني دركتي قولي بخولي عوين تقاب تكرشونا يتايا بقولي خولي دديا او فرا اي ميركا حطاني بترابي تشكي بيك تتشكي بيك او جبني ملكية تذكر كان ارض تشو خدي اني ستا عيكا يعني تتصرفاتي تذكر يعني كوش تتصرفاتي تذكر او ملكية تجي زائل بوشو جا كتا دس اخو يتكوني كدس انك نيكات او دوي كدس شي تندي ايه بل بمعنى انه يتبين بي الملك قبله ملكيته بلي ويتي قبول كنا شو عندي انا جبني ملكيه بلي تصرف دي اعطي دي بلي تصرف دي ابو ملكيوي وانا جوا تصرف ايه دا شي ملي وله اين المقرضي الرجوع في عينه ما دام باقيا بحاله في الاصح اجي مقرد را ابيكو بدين درات الرجوع في عينه دا عيني ويدا الرجوع بك يعني بيجا تي عيني مالي مجيري بيني ما دام باقيا بحالي تب صدقاء ترد ايكي او صدقاء تجيبا ويدا اه بيجا كيكي او صدقاء دين عيني ويدا واي 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 تلم بخب ترى او يتلم بدم بناء على القول الاولي لسال قولي اولكم اقول بوتشه ولو المقرض يرجو في عيني ما دامت باقيا بحالي في الاصل بناء على القول الاولي بناء سرق لي اول دبي قولي اول ابوك المال حتى اكو هبه بس يعني نادبة تصرفاتي كرني بدا ايكو داية احق تريد تمام. وجزما بناء على الثاني يجب سر قول الثاني شو قطعي جروي بدا تو ايوية يعني هيج دسي بدرنا ايوية يعني دقش نبية تو ايوية دقش نبية ومال ايوية بجا مال مدام ومقابل الاصحي مقابل الاصحي ابا ان للمقترضي ان يرد بدله يوقع عيني بناده كاره صدقي صدبغنوت كي دني لجيوي دا كاره بدا ولو رده بعينه اقر بعينه بخش رد بك لازم المقرض قبوله قطعا لازم المقرض قبوله لازم المقرض قبول لازم المقرض قبوله قبوله قبول قبول لا رفع على لازم يا سيدة لازم المقرض قبوله اري انا قد يعني
لا يعني فعل لازم قبوله نوصى لازم المقلد قبوله قطعا يعني قطعي واصلا لازم يعني مالت ادته مجبور انت تديت دعوه شتكي يعني عيني مالت ادته بلي اصابكم الله خير كثير بس اظن